لسه ما دخلناش الحفله، بس هي اكيد زي ما متعودين من شرموفرز هتبقى حلوه جدا. يعني حضرت حفلات قبل كده؟ اه. ايه رايك فيها؟ لا، هم شرموفرز اصلا مختلفين جدا في حفلاتهم، مزيكتهم مختلفه، لعبهم مختلف، كلامهم مختلف، بيلعبوا كذا نوع مزيكا، مش نوع واحد، نوع مخلط من كل حاجه هم اللي مختارينه، وده اكتر حاجه احنا بنحبها في شرموفرز اصلا. المزيكا مختلفه، يعني هم في مصر ما فيش حد بيلعب النوع ده من المزيكا. غير كده بحب كلماتهم، يعني كلمات شبابيه وكده. انا بحب باند شرموفرز خصوصا، يعني عن بقيه الباندات بحب المزيكا بتاعتهم قوي. مزيكتهم مختلفه، حتى يعني مش بيغنوا حتى الكلام اللي هو الكلام التقليدي بتاع بقيه الباندات، مختلفين يعني. حتى مش بيغنوا في حتت غير مش مصري، برضو بيغنوا ميوزك كده افريكان ومصري في نفس الوقت، في ميكس كده حلو جدا. المزيكا بتاعتهم حلوه قوي، هم باند جميل بيلعبوا مزيكا جديده، فعشان كده تلاقي الناس كلهم يعني عاجباهم، الناس بترقص بقى والدنيا حلوه يعني. 5 سم طبعا. 5 سم.